كنت شرم الجب اليوم في استحالة انك تقدر توصل. هل انت مقتنع؟ انت مقتنع انه في استحالة، بس انا مقتنع انه فقلك مؤمن انه المجتمع الاهلي ممكن انه هلا دورة الجبة تتفعل، الجبة تبشري الى دور ما عم يطرح منذ 60 سنة منذ الانتداب الفرنسي، ما له دور. هلا هالدور لازم ينطرح، لانه نحن عم ندعي الى تعرف اللامركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية هي تقسيم الأرضية بده يحطوها على البلان على جدول على جدول، بده يقسموا العقار إلى اثنين، بعلبك والهرمن. نحن عم نقترح إنه ممكن بشري نضم لها كمان الميل الثاني دير الأحمر وعينيته، لأنه نفس العائلات موجودة هون، ولكن فصلتهم القضاء يرجعوا ينضموا بقضاء واحد، والجبل يكون قضاء ثاني. هيدا هون نقدر نخلق جو جديد، وثاني هون بتصير عم ندعي كلهم عبيدوا للمركز الإدارية، كلهم عبيدوا للمركز، ولكن المركز الإدارية هلا هيدا هون دورة إنه نقدر نحط تمثيل للجبل تفشري، وهالشيء ضروري للأمد البعيد. وثاني شيء آخر شكرا بدي أختم، تفضل بالختام. بالختام أنا بدي أوصي أهالي تفري وأهالي جبي أنه في كثير إشاعات طلعت، ولكن أنا بستنكرها وهي سخيفة جدا، هي قد تكون عقبات أمامي، ولكن أنا هذه رح أنسيها. هي الإشاعات لا 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 دون ذكر إشاعات مغايرة للواقع أبدا، يعني معروف شو انتمائي، معروف مين أنا، مثلا بني صعب مروني أصيل، تعرف أنه المولاني والدروز وجميع الفئات الجمعية والسنة والشيعة لعبوا دور في النهضة بلبنان من سنة 1916 لحديث اليوم. لازم نرجع نعيد هالروح الوطنية عامة، فإذا تبقى لبناني ولو حاولوا يخونوا. اليوم أعطيت إجابة، وبعرف أنك طبيب وكمان بتقوم بخدمات بالمنطقة. بدي أشكر جميع يلي تابعونا. كريم جميل بمسيكم من الـ NBN من بيروت، ومشا الخير.